sarei la traitora come che ne sai tutti. يا رب رجالتنا قلبوا عليها كل الاماكن اللي ممكن تبقى موجوده فيها في روما، مفيش فايده. ما عرفتش اخبار من المطار؟ ما رضيوش يدينا اي معلومات عن الطيارات الخاصه اللي طلعت، ولا مين اجرها ولا اتجهت على فين، على انها بيانات سريه ممنوع الافشاء عنها. طب وبعدين؟ مفيش غير طريقين هنضطر نمشي فيهم في نفس الوقت. الطريق الاولاني هيكون انت ايمن. اللي هو؟ شوف لنا سكه شركه طيران خاصه، اعرف منها جميع الطيارات الخاصه اللي طلعت من المطار النهارده ووجهتها على فين. طب والطريق التاني؟ الطريق التاني نبيل، بس الاول قول لي ايمن، هاني جبريل هو اللي ماسك لسه نابولي؟ ايوه هو اللي ماسك نابولي. هو نبيل لسه هناك؟ والله اخر معلومات جات لي من هاني بتاكد ان نبيل لسه هناك. يبقى اكيد يا هيروحوا له مع ساميه يا هيكلموه عشان يروح لهم في المكان اللي هما فيه. رؤوف أمر يا فندم. اعمل حسابك بكره الصبح هنطلع على نابولي، هنحط نبيل تحت المراقبه 24 ساعه على 24. اتفضل. بس ساميه انتظارك تحت. شكرا. سامية اتفضلي. اهلا، معرفك على اهم شخصية في وكالة الاي ام بي، المستر ميخائيل باراشوف. مساء الخير، فرصة سعيدة جدا. أنا أسعد. مستر باراشوف هو حضرتك روسي؟ لا خالص. اتفضلي. يا ترى بقى جبت لنا أخبار كويسة المرة دي؟ جرى إيه يا إدريان؟ الأنسة سامية لسه واصلة من مصر وأكيد تعبانة. هنخلي الليلة تعرفه بس. ولا ايه رايك؟ اللي تشوفوه. ارجو ان العشاء البسيط ده يعجب حضرتك. بالمناسبه العدد الاخير اللي اصدرته من المجله بتاعتكم كان صعب شويه. معلش سوري، انا مش سامع حضرتك كويس. بتكلم عن العدد اللي اصدرته عن حادثه بحر البقر. ماله؟ كان صعب وقاسي. من اي ناحيه؟ من ناحيه الصور اللي فيه. تقصد صور الأطفال؟ بتأذي مشاعر القارئ بشكل مستفز. أيوة والله عندك حق. تخيل لما تبقى مدرسة مليانة أطفال وهي المدرسة كلها دور واحد وأربع فصول، تضرب بخمس قنابل وثلاث صواريخ، حاجة تأذي مشاعر أي حد يشوفها أو يسمع عنها. صح ولا أنا غلطانة؟ لا أنت صح. أنا شخصيا اتضايقت جدا لما شفت الصور دي. بس بيقولوا ان الاطفال اتقتلوا لان عبد الناصر كان بيستخدمهم كدروع بشريه. تقصد ايه بدروع بشريه؟ اقصد ان المدرسه اللي اتقتل فيها الاطفال كان متخزن فيها اسلحه. اسلحه؟ اسلحه ومعدات حربيه وصواريخ سام، كله متخزن جوه المدرسه ووسط التلاميذ. الله يجازيك يا مستر ادريان. طبعاً لا، أصل أنا كنت هناك في المدرسة والصور اللي ضايقت حضراتكم دي أنا وبنيامين مصور المجلة إحنا اللي مصورينها، ولو كان في صواريخ زي ما حضرتك بتقول كنا على الأقل شفنا بقاياها، وخبر زي ده كانت وكالات الأنباء هتتناوله في كل مكان كنا عرفنا بيه. صح ولا غلط؟ مش عارف يا سامي، أنا بقول اللي بيتقال. اسمح لي، في حاجة في اللي قلتيه لفتت نظري. ليه سمحولك أنت بالذات أنك تصوري وتنشري الصور دي؟ أنا قلت لمستر أدريان قبل كده
أنا علاقاتي بالناس المهمة في البلد كويسة قوي، فممكن أدخل أي مكان. طب إيه هو رأيك في حادثة بحر البقر؟ أنا شايفاها حادثة بشعة بكل المقاييس، وإن دلت فتدل على إن إسرائيل ده كيان غبي. غبي؟ مش بس غبي، ده قمة في التخلف والغباء. كملي يا سامية، كملي. أنا هقول لحضرتك وجهة نظري. أنا شايفة إن الأطفال دي منطقة حساسة جدا وما ينفعش يتلعب فيها، وما كانش ينفع أبدا إن الإسرائيليين يستخدموها كورقة ضغط في الحرب اللي دايرة بينهم وبين العرب دي. ده في حد ذاته غباء، لأن العالم كله هيتقلب ضدهم، خصوصا بعد ما يشوفوا صور الأطفال وهي متقطعة بالشكل البشع ده. الصور اللي أنت صورتيها؟ أيوة أنا اللي صورت الصور، بس مش أنا اللي قتلت الأولاد، دي إسرائيل اللي قتلتهم. العالم كله عارف إن نظام عبد الناصر هو اللي قتلهم لأنه استخدمهم كدروع بشرية. مهما هيتقال ده عمره ما هيصلح صورة إسرائيل قدام العالم كله، ولا هيساعد في تحقيق السلام، بالعكس ده هيخلق عدوات عمرها ما هتتنسي. أيوة بس اسمح لي، عندك حق في كل كلمة قلتيها، هي فعلا كانت غلطة من إسرائيل. شكرا ليك مستر خراشوف لتفهمك وجهة نظري. بارا شوف. أنا أسفة بس هو الحقيقة براشوف مش لايق على حضرتك خالص. تحبي اسمي يبقى إيه؟ أي حاجة تانية غير براشوف. وعموما أنا مضطرة أطلع أنام لأني تعبانة شوية، عن إذنكم. أنت كده ما أكلتيش حاجة؟ لا أنا أصلا شبعانة. تصبحوا على خير. تفتكر هي عارفة إحنا مين؟ متهيألي عندها شكوك. إيه اللي خلاك تحس بكده؟ كل حاجة، ردود فعلها، كلامها، نظراتها. فتشتوا شنطتها؟ آه طبعًا، بس ما لقيناش أي حاجة. بكرة كله هيبان. اتصلت بهاني؟ حصل يا فندم، وربطت مع كل حاجة. فاضل كتير؟ يعني حوالي نص ساعة. ايه اخبار نبيل؟ في تلات عناصر من اللي شغالين معاه بيراقبوه ليل ونهار في البيت عنده وفي معرض العربيات وفي الاماكن اللي كان بيسهر فيها، ودي تقارير عن مواعيد خروجه ودخوله خلال الاسبوعين اللي فاتوا. في اي تغيير في مواعيده خلال الفتره اللي فاتت؟ اطلاقا يا فندم، بس ممكن حضرتك تفهمني ايه الحكايه بالظبط؟ هفهمك كل حاجه. صباح الخير. صباح النور. نمتي كويس؟ الحمد لله. فطرتي؟
بالمناسبة هم اعتذروا يا سامية. هم مين دول اللي اعتذروا؟ الناس في إسرائيل قالوا إنها كانت غلطة وكانت خطأ في التقدير. ياه، هو حضرتك لسه واخد بالك من الموضوع ده؟ أصل صور الأطفال اللي ماتوا كانت فظيعة، مش قادر أشيلها من دماغي. ما كنتش عارفة إنك حساس قوي كده. براشوف، إيه؟ أنتوا هتفضلوا تدردشوا هنا كتير؟ مش الأفضل ندخل جوه عشان نكمل شغلنا؟